أؤيد الدور، لكن بعض الأحيان ربما يتعدى الأول لكن المصلحة العامة. يقول لك أنا شمس، يلا حي شمس، والله اني جاي مسعدي عشانك، حياك الله، اقسم رب الكعبه جاي مسعدي عشانك، اسلم عليك، بارك الله، والله وانا والله اشد بيدي بيدك، بارك الله فيك، على دعوه الخير، على توحيد الامه، الحمد لله، هذا الناس اللي نبيهم مدرك الله، بارك الله فيك، من السعوديه انت؟ نعم من السعوديه، من القحطاني، من الرياض، حياك الله ما شاء الله، معك نواف القحطاني طالع، نواف القحطاني حيا الله القحطان، بارك الله فيك ما شاء الله، الرياض ما شاء الله، عندكم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والمفتي حفظه الله، عبد الرزاق البدر ما شاء الله، نعم بارك نعم الله فيكم، في علماء هناك ما شاء الله يعلمون الدين ما شاء الله، والله مش ما شاء الله يا اخي اهلنا هم، والله نعمه في السعوديه ما شاء الله، كل شوف حبيبي انا الذي اقوله وبين لك نقطه، والله الذي لا اله غيره اعداء الاسلام ياتوا عندي، قل لي اذا انتم عندكم اولاد عمنا ايش قال لك ايش؟ ايش قلت؟ بقول لك اولاد عمنا قحاطين انا خالدي يا صاحبي والله هو نعم ما شاء الله ما شاء الله، شوف حبيبي الكفار ياتوا جماعتكم خالدي ترى مبين خالدي لكن تركت انا يا اخي ذهبت الى لا يعني هم اساسا انا قبيلتي هم عندهم يعني بالنص صاير هنا وهنا اسمع حبيبي انا عندما اتكلم عن الكفار انا افعل دعوه تقريبا 15 سنه ياتوا بالشبهه لو كان الاسلام فيه خير لماذا المسلمون يموتون في البحار لكي يأتوا إلى أوروبا؟ تعرف كيف أرد عليهم؟ قل لا نذهب إلى الخليج، الخليج الآن الأوروبيين الغربيين يدخلون الخليج في أمن وإيمان، ما تسمع خليجي مات في البحر أو أنا أسمع لحم خلي كمل بارك الله فيك، الإنسان يكون عدل، أنا جزائري لكن الإنسان يكون عدل، نحن نتمنى كل بلدان إسلامية تكون كالخليج في الأمن والإيمان، ما أخي ما شاء الله مستقرة بلدانهم، فالإنسان لماذا يريد يهيجهم للخروج يدمرون بلدهم؟ الان اركان الصلاه ما يخرجون اركان الصلاه ما يخرجون يا صاحبي احنا ما نطالب خروج الدول الاسلاميه لكن هذه هي الطريقه بدات لا 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 تفضل. احنا بس نريد من الحكام نفسهم يعني يتقوا الله في هذه الامه الامين انا وافقك بس يتقوا الله في هذه الامه 100% ويقيمون شرع الله تمام هذا 100% ما ارضى بشيء ثاني يا اخو هذا اللي اختلف فيه هو من يتق الله الحاكم لا تخاف راح يعدل نفسه يعني نعم هو هذا اللي احنا لكن تعرف ايش اقول تعرف ايش اقول لك حبيبي ايش اقول لك احنا ما عندنا قدره رب العالمين ابن القيم ايش قال حبيبي طيب ابن القيم ايش قال؟ ابن القيم قال رحمه الله رحمه تعالى الناس مرآة ذنوب الناس الحاكم مرآة ذنوب الناس اي بمعنى الله يسلط على الحكام لاجل ذنوبنا فالله يجسم لك ذنوبك في حاكم وهذا الذي صار جاء الى جاء رجل الى علي بن ابي طالب طيب جاء رجل الى علي بن ابي طالب قال يا أمير المؤمنين لماذا في وقت أبي بكر وعمر وعثمان وعمر ما كان في فتن ولم يخرج عليهم وفي وقتك في الخروج والفتن والقلاقل قال لأن في وقت أبي بكر وعمر المحكومين مثلي ومثل عبد الله بن الزبير ومثل الزبير بن العوام ومثل عثمان بن عفان أما في وقتي مثلك ومثل أمثالك شوف كيف الرد من الحكم الله اكبر تعرف صوتي ما شان والله ما هو واحد قال له اتق الله يا عمر صار يبكي عمر يا شيخ ما هو ويز كون قول له بارك الله فيك قول له ما هو ويز كون من اخوي من بلد من؟ مغرب من المغرب من؟ جيت من العريش وجده العريش وجده انا جدتي من وجده ما شاء الله الله يرحمها ما خديش الله يرحمها جدتي من وجده عجبني بزاف دعوه اليوم الله يعزك حبيبي بارك الله فيك جزاك الله خير اتق الله وجه لوجه ايش اللي يصير؟ يقول لك النصيحه في العلنيه فضيحه نعم لا قد تسبب يعني مساوئها اكثر من منافعها بالعلنية كمنصب كحاكم السلام عليكم اخوي